هلا أمية، هلا. مساء الخير، مساء العافية، مساء اليوم. مساكم أني، مساكم أنا هم من كذلك. شنو اليوم يا بل؟ اليوم مميز كلش. سمعتوا النغمة؟ النغمة هاكوكي يا بل. اليوم هو يوم كوكي المميز، خلي يبكي يسوي، لأن هو اليوم عيد ميلاده. أوكي، فإحنا الحين أنا وهيفاء. هسه كوكي وقف يا معود، بس خلنا مقدمة أمي. اي شنو تعرف شيء يريد؟ يريد يسوق. يريد يسوق. زين الحسين انزل، اني اقعد مكاني. هسه شنو؟ رايحين نجيب هديه الكوكي، هديه كلش مميزه يحبه هو. واحنا ها كوكي ما صار يومين، من 3 ايام فتحوا رجليه. وللاسف بعده ما يمشي، يعني شوي شوي حيتعلم المشي ويرجع. هسه قام يزحف. زين هو عيد ميلاده 29 الشهر، تمام؟ بس احنا ما سويناه لانه هو فك رجله ب 29 الشهر. اي قلنا شوي بس شوي طيب، يعني تمام. فهو بعد اصلا ما طايب خطيه، وبعده ما يمشي، وبعده يعني يصح واو، تمام. فقررنا انا وحسين انه اليوم نسوي. بصراحه احنا معازمين احد، ومسويه شيء يعني بسيط. فاهم شيء رايحين نجيب الهديه مال كوكي. وصلت على كيكه همينه، انت اشوفكم كل شيء بعد واحده. وهمينه منتج اصور لكم اياها، راسه ديكوريشن شويه بسيط بالبيت، ونحتفل انا وحسين بهالكوكيات الجميله. يلا امشي خلينا نشوف الهديه. الهديه حتكون كلش مميزه الكوكي. هو يحبها، يموت عليها. زين عشق كل الاطفال، هاي السؤال، هاي الحيوانات ويانا تفتر. يلا امشي عم امشي. طبعا هسه احنا موجودين ببوخم، مكان كلش حلو وبكل شيء موجود تقدر تشتري من هذا المكان. كل الماركات موجوده هنا. وهسه راح نروح نشوفكم جميع الالعاب واللعبه اللي راح ناخذها الكوكي. كوكي شيرد هسه، شيرد كوكي. يلا شي، يلا عيد ميلاده، هو عيد ميلاده، خلي اللعبه. يلا كوكي اختار. يلا كلهن. لا كلهن. كلهن بخمسة يورو؟ لا كل اللعبة واحدة بخمسة يورو. خمسة يورو. خمس لعبات. يلا حلو. كل الحلوات هاي. يلا كوكي. يلا كوكي يلا. يلا هيفا. هاي شو ما تقبل؟ هذه المرة دخلت خمسة. أنا عارف أكسبها. أولي وأولي الفرحة. لا كوكي اختار يا وحدة. فأنا هياتين اشترينا، فهسه راح نلعب ببيب. والله هاي ما حلوة، أنا لعبة بيها. يلا ما تعرفون شو اريد، ما تعرفون شو اريد. يلا امشوا. يلا هاك حسام، هاك حب حط له. وين هاي جوا؟ أنا قلت لكم كل ما فوتي هنا، يعني بس أفوت من هذا الشارع كوكي نشلب هاي التشلوبة. يلا كوكي العب. دوخ حبيبي غير. 3 2 1 طبعا أنا داسة من جوا. أوقف لي أبتشي، خلينا بتشي، خلينا بتشي. أوكي يلا. حلو والله كوكي، برافو. طبعا هاي اللعبة اللي فوق تشوفونها، هاي بيها يعني ثواني وتنطفي، تمام. وورا ما تنطفي نروح نحاول على غير اللعبة. بعاني طبعا. دي قشم الحسين بطريقة فظيعة. طبعا اللعبة لابد ما يدهني بعد ابد. ايش يرد الحصان؟ طبعا باعوه هذني بقني بايدي، تمام. قلت له لازم خليني المرة تجي هسه، حايروح هسه صعد بالحصان. الا الحصان، الا الحصان، شايفين الحركة، الا الحصان. يلا روح. طبعا عدى طريقة اقناع فظيعة، هي البتشي. واو عشان مجلب، واو متونس حسين. صعدوني. حسين يضحك فرحان اكثر من كوكي بدوي. بس شنو، طبعا وصلنا لهذا المكان قلت لكم عليه مال الملاعب. بشوفوا الياهن هذني كلن الشغلات مال الملاعب. طبعا هاي العربانه نفس اللي عندي اللي هسه على اساس اشتريتها لبنتي، بس كوكي اخذها. يعني اثنين هاي بيها؟ هاي اثنين طبعا. تركب والله اخذناها، بس ما نعرف شلون نركبها. حتى من بحثت عنها بالانترنت ما عرفت والله. بس هاي من جبتها ما كانت وياها، يعني هي ها وجبتها ارخص من 500 يورو.
هسه لازم نطلع نشوف شغلات كوكي. احنا كنا اول ما نفوت نلقاها محطوطه هناك بالعرب. حسين يقول لي معقوله هي فاطمه موجوده؟ اي والله. ترش هاي اذا ما موجوده جيتنا على خالي بلاش ونسد التصوير وما نصور. لا هي اونلاين. صدق نطلبها من عندهم. هي كلش كلش حلوه. جوا اي كلش حلوه اللعبه. يلا خلينا نفوت المكان هذا يموت. وهذه هي الماركه هو كلش معروفه هنا أنا. يلا طبعا ممنوع التصوير فراح اصور بالبوقه. بشوف حسين وينه بين المراجيح والترامبولي. يقول هيفاء اجيب ترامبولي اجيب مرجوحه وباع هو هذا شريد. اختار يلا اختار كيفك. اجينا مرجوحه وهذه اثنين هي؟ لا وحده حسين راح يصير كل شيء هواي سعرهم. ايوه وانت شكو عليك انت بالشغل وانا اللي ابقى يسحلوني جوا. كيفك؟ انتو بكيفكم مرجوحه وترامبولي بكيفك وباكوكي بشوفه موتها نفسها على السياره هاي. احسن اي مرجوحه صغيره وترامبولي. الترامبولي اللي قصدنا النهايه اللي تكمزون عليه الجهاز. شوفوا بشوف بشوف شوف شو ذا يسوي. طبعا انا راح اشتري له الحصان. خلاص هذا يجيب هديه ويخير واحد يخيره. خلاص انا حجيب له الحصان وشوفي شلون. طبعا كوكي احب الحصان وحتى من ينام حتى من ينام ينيم الحصانات حيوانات يمه تمام. فشفته والله هو شافه صار يصيح حصان فقلت له حسين اني اجيب له الحصان من عندي وانت شوف شنو تجيب له. انا سحرنا اكو مرجوحه واكو دني احسن انا اجيب الحصان انا اجيبه. سحرت عشان اجيب انا جبت الكيكه وجبت الديكوريشن وحجيب له الحصان. والله كوكي قطني خوش قطه اليوم. تجيب لها ساعه قطه من العيار الثقيل. يلا يدلل الحب مال امه. ايوه اي والله راح نجيبه. ها حبيبي ها هاخذه هاخذه والله حناخذه. يلا هيفا يلا هذا لو هذا هذا نفسه هذا ماما. اي هو هذا نفسه. يلا خذي لنا حصان هذا احلى. يلا حصان يلا حزان. يلا حزان. شكرا ماما شكرا ماما شكرا ماما. يلا خلينا نشوف الهدية ما تكبيرة. عن بشوف خوليا طبعا هو كل شيء يحب السيارات ويحب الحيوانات ويحب المراجيح بس احنا فضلنا انه نجيب له المرجوحة ونجيب له شغلة ثانية تمام. ليش؟ لانه هو بعد يعني عقله ما ناضج يعني هو هسه كل شيء يشوفه يريده. هسه هو قاعد بهاي موت نفسه عليها. هسه شنو ما اريد هسه ينقل هنا بس وبعدين ينقل هنا هاي تجنن. صراحه انا حابه كلش اجيب له بس مو هسه شويه اللي قدامي كبار. طبعا اشترينا استونه المرجوحه واشترينا همينه بعد شغله ودي اصور لكم اياها. فطلع هذا حساب مالتنا. هاي ماما اليوم قطتنا قطه من هاي الزينه منا بعد 4 أشهر ما تاكل ولا تشرب ولا حتى حفاضات ما اشتري لك. كان نجيب له الهديه بس باعوا لي. والله الهديه اطول من كوك 5 مرات. زين يلا يدلل الكوك علينا. يلا لا شوفوه لا شوفوه. يلا خلنا نقلبها خلنا نقلبها. طبعا هو هسه يتخبط خلنا نقلبها. قلبناها يلا. طبعا كرتونتين كلش كبار. زيني هاي الهديه مال كوكي على مود على مود. لا تقول امك وابوك ما يحبوك افتهمت. يلا بعد بحوش دي يصيح حريد بعد دي يريد. شو تريد شو تريد؟ شنو تريد؟ حضان حضان على ابوي حضان. ماما ما عندنا فلوس هسه ما عندنا بعدين. ما عندنا اوكي بعدين. يلا. اوكي ماما. ها حسين. هاي الهدية بابا ما يعرف شو يريد كل شيء كل شيء يريد كل شيء يريد. ترى ماما ترى ماما يعني ما يصير كل شيء يريده كل شيء يريده نجيب له شو نجيب له؟ وانا ودي اوديها البيت. بابا 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 شنو تريد؟ يلا ها يريد يصعد. يلا روح صعده. تعال بابا حق لك نذبها الملاهي على والديها. يلا روح وديه. طبعا خطيه هو مثل ما قلنا لكم بعد ما يقدر يدوس على رجله يخاف بس حسين راح يصعده. اوف 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 منك كوكي كل شيء يريد. هم جهالكم هيجي؟ والله سؤال جهالكم هم هيجي لو بس ابني كل شيء يريد يبكي عليك كل شيء كل شيء مو طبيعي الوضع ابدا. حاليا شنو كملنا؟ طبعا انا ام العريس مكياجي وكملت
سويت همينة بالبيت مثل ما شفتوا أكل ورتبت وهذه الأمور. هسه نرجع همينة ننفخ البالون ونحتفل بيه بصراحة احتفال حلو. أحسني لازم أحسني اللي خلصت فلوسي. همينة طبت الكوفلاند اشتريتها من شغلة وبعو شوفوا شلون مورمة كلش مورمة يعني ما باقي شي لولادتي. بعد حتى حلقتي نازعت اشرح لكم وانا كلش تعبانة. الله يساعدك. هسه شنو كملنا؟ جبنا الهدية. شكرا لك ابو عراق الحب الابدي العشق مالك. خلاص كوكي بدك بشوف شوفوا امك وابوك. اي والله شلون شو اسمه مهتمين بيك والله عاد شقه يعني. كوكي شيء مميز يمنا. مدلل بس هو مدلل ما بقى له شيء. والدلال ثلاث اربع ايام بعدين حسين الصبح كان يحكي وياه يقول له يحكي وياه انه واحد كبير. اي قلت له خذ فرصتك هسه عندك وقت. خذ فرصتك يقول له شنو فرصته؟ هو شهر هو داخل شهر بعد لي اخر شهر تمام انت الوحيد. اوكي بس تجي اختك خلص لازم يصير الحب انقسم اثنين. وتواني ها انت موجوده همينه ثلاثه خلاص نسيتوني. لا عين لا يا بنتي انت انت روح وريح. والله انا من عند الكوكي حسين يزعل ويغار يقولوا اني كنت الاساس تمام. فاكيد يعني اكثركم تعرفون انه بيبي او ابنكم شيء مميز بصراحة. أنا أحاول بكل الطرق أساعده وبكل الطرق أشتري له اللي هو يريده. أكيد كل واحد وإمكانيته نقدر عليه يعني نقدر عليه بصراحة. يعني إحنا مو من الطبقة المخملية إنه إحنا ناس دنا نشتغلوا على باب الله. نشتغل على باب الله زين. زين هو الله حسين يعني اللي يشتغلوا على باب الله مو أنا. يعني أنا قاعدة بالبيت. بهاي المناسبة أروح فاصل للشغل للشركة وبدعيكم. نعم. أنت بألمانيا وقلت شيك وهاي الفهيتة صارت. طبعا هي عبارة عن فطار فلفل حلو بصل وفلفل ملون. بس الفلفل الملون ما أعرف ليش كله قلب لون واحد يعني هنا حط أحمر وأخضر وأصفر. المهم وحطيت همينة وياها ذرة يعني وصدر الدجاج كلش 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 طيبة. فرح أبدأ ألف اللفات همينة وخليهن على صفحة وأجهز كل شيء. ها وبالنسبة للدجاج أنا قلت له للي أبو المحل تلاقيني أريد الدجاج مال فهيتة تقطعوا لي. فهذا هو صار جاهز. وهنا أنا أخلي ويا اللفة فقط مايونيز وأخلي وياها الجبن مال موريزيلا مالتنا مال بيتزا تمام. أنا أستخدم هذا الخبز. هذا الخبز مال تورتيلا تمام يجنن. أجيبه من الليدل. وهنا عندنا هذا المايو. هذا المايو همين أجيبه من الليدل أحطه ويا اللفات. تقدرون تستخدمون بدون مايو. وعندنا هذا همين كلش كلش طيب. همين هذا أجيبه من الأكشن. فسرحهم لف اللفات حطهم على صفحة. وبعدين شنو ورا ما أكمل لف راح أكبسهم بالكابسة وأعوفهم وأقدمهم. أخلي حسين ياكل ويقول بالعافية. طبعا هنا انا كتبت لكوكي شي بسيط. كل عام وانت الحب. وعن جد هو الحب. عساك يا ماما كل عام وانت بخير وصحة وعافية. واشوفك هيجي قدامي عريس محقق كل احلامك. واشيل اولادك على ايدي. احبك كوما كوما يا ماما. وهنا الفقرة ما النفخات خليت احسن ينفخن. انا بصراحة ما اقدر اقعد وأقعد أنفخ هاي الأمور كليتها. فعاشت إيدك حسين. كوكي هنا أنا فرحان وأنا فرحانة وكنا فرحانين. يلا 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 جني نفخ جني. ما شاء الله ما شاء الله. شوف ليون ليون. هاي 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 كوكي هاي هاي. يلا بدأ التغذيبات. كملنا الأكل وهسه صرنا جاهزين للخطوة اللي بعدها. وراح نشوفكم الكيكة الجميلة. هابي بيرثداي تو يو. هاي تو يو. وهسه اشوفكم الهدايا اللي جبناها لك. اوكي يلا هنا راح نسوي الديكور مالتنا. راح نسوي الديكور بهاي الجهه. احس كلش حلو. شوفوا لي جمالي كيف. الله طبعا الكيكه هاي مين سواها؟ منو احمد؟ طبعا احمد عجبيه. والله والله كلش مشهوره كلش بالكيك. هاي يعني هاي من الصبح يعني صار الكيك والطريق 40 دقيقه. بس شنو زين وبعدها مصامده. انا ما وصل لها من هنا بصراحه. كيف مالتي جن. راح اخلي الاكونت مالتي. والله طوبه طوبه حقيقيه تجنن. عاشتي ديت وحبيبه زيتوي ويا كوكي الجميل. يلا عني هسه شنو يابه نجي كوكي ونحتفل وياه. قبل ما نسوي عيد ميلاد لازم ناكل وسعدنا طاقه. اوكي
وبعد الطاقة نسوي عيد ميلاد. اوكي يلا اوكي. وظل انتظروا. نجيب باقي شغلات يلا شبك هدايا باقي اياها اوكي هو انصدم بهذا المفروض انصدم ذنيته بعدين بهذا هذا منا انا ولا راح يهتم منها ولا راح يقوم من الحصان لو عاد في شي احسن با 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 كوكي هذا شنو هذا الله حركة دي هنا لا لا هو كله حركه زين هذني الله والله كل شيء بيحصان يحبه كل شيء بيحصان زين شفتوا الهديه الاخيره منهم احمد شكرا هوايه لها الحمد لله على سلامه حبيبي كوكي زين تسلمي حبيبتي ام احمد ربي يحفظ اولادك ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا خليني افتحها افتحها حسين يلا افتحي هاي شنو مال؟ الله كل حلو هاي مال ولادتي هاي انا على باب ولادتي شكرا هواي حلو عاشتي شكرا
والهدية مالتي وين؟ بالحديقة كاملة مرجوحة مال 5 سنوات اللي قدام. زين؟ والحضاني صار المرجوحة ما توي يزبي. والحضان بعد ما يعوفه. اوف. يلا انزل. هذه السعادة يا قلبي. شو مكلبي بدون الله. يلا راح اروح انا راح اروح مع السلامة. يا ما حتروح يا تسوي ولا يمي اصلا. هسه يقول لي لا اخذي الحصان وروح وياك. يلا كوكي قصتي يلا كوكي انزل. يلا بسم الله. بسم الله. واو. شو قوي. الله. تتمنى كوكي؟ الله اي والله ان شاء الله ان شاء الله تقوم تمشي يا كوكي عشان تفلتت الكيكه. يلا هسه نكمل القصه. يلا اول شيء هسه كوكي لازم يذوق. اوه تفلتت هي ما يخالف والله. يلا الله 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 كوكي عاشت ايدك ام احمد تجنن. الله طيبه كلش طيبه كلش طيبه والله. بس شوفوا لي نهايتنا الحفلة شلون. عاف كل شيء وتشلب بالحصان. عمو تعرف امه شو تحب. طبعا كوكي كلش يحب الحيوانات واكثر شيء متعلق به هو حاليا الحصان والبقر حشاكم. تمام؟ زين ما تشوفون هاي ناكله بقرات وحصان وحيوانات. كل الحيوانات نروح نشتري الحصان حساب له طبعا من فرنسا بقرة وياها 2 اطفال. لو تعرفون بيت جابها 28 يورو. قلت له ليش؟ ليش قلبي ليش؟ تمام؟ فكوكي كوكي يلا حبايبنا لهنا انا وصلنا للنهاية. طبعا ها كان عندنا كوكي ونقول له يا ابو ان شاء الله العمر كله يا احلى ميلاد السعادة والله يخليه لنا. ومن تكبر اكيد راح اشوف هذا الفيديو. احنا نحبك ونموت عليك يا اجمل بيبي بالعالم. وان شاء الله ننتظر المولودة الجديدة ما بقى لنا شيء ان شاء الله ان شاء الله. كلهم بهذا يعني احنا اني بهذا الشهر كوكي بهذا الشهر والبنوته بالشهر اللي بعده يعني. الا اني بعيده عليكم الا اني شهر ثاني. كنا صيفيين. الا اني شتائيه. فيابا اللي ما مشترك يشترك وان شاء الله انتظر الفيديوهات الجايه ونحبكم يا احلى متابعين. نشوفكم بخير.